نحن وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور، وبعد الاطلاع على وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بخصوص القضية المتبعة ضد المشتبه فيه المدعو باسين البالغ من العمر 42 سنة من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة السميد ومشتقاته، فإننا نطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من ملف الإجراءات المتعلق بالقضية. اليوم الموافق للحادي عشر من شهر أكتوبر سنة 2022 تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابتنا، وبعد سماعه تمت متابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 12 و13 من القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالته على المحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري. وبنفس التاريخ تمت محاكمة المتهم وصدر حكم عن قسم الجنح قضى بإدانته بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته بعشر سنوات حبس نافذ 2 مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات وإصدار أمر إيداع بالجلسة ضد المتهم.